أخذت من قبره الجن من قبلكم قبلكم من الجن من الجن والإنس في النار في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا يأسا من النار قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون لا تعلمون لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان علينا بالفضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم بهاد ومن فوقهم قواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنا لنهتدينا لولا أن هدانا الله قل ملك وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون